يعني دائما مع الإبداع وأخبار الحرف السورية يلي استوطنت بالذاكرة وعبر التاريخ، شكلت حالة جمالية لتستمر بالحاضر وتحمل راياتها للأجيال القادمة بالمستقبل، وهي كانت الحاضنة الحرفية يلي عم تطلق عدة مشاريع وعدد من المشاريع أيضا. رح نتعرف عليها مع الأستاذة عدنان تنبكجي، أمين سر هيئة المدربين في حاضنة دمر الحرفية، وأيضا عامر نديم، مدرب في حاضنة دمر الحرفية بمجال الجلديات. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا يسعد فيكم. صباحي. صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافية. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يعني رح نبتدي بالبدايه بالنشاط الحالي اللي عم تشهده الحاضنه، هو تدريب بعض الحرف، ونحكي معك بدايه سيد عامر عن هذا النشاط. هلا بدايه، هلا بلشنا نحن بانطلاق اول حرف تدريبيه بالحاضنه، وحرفه الجلديات هي حرفه منها. حاليا نحن الطلاب اللي عندنا هن من ذوي الشهداء ومن ذوي الاحتياجات الخاصه، عم نلاقي منهم كثير تجاوب بهذا الموضوع، وفي كثير تقدم. يعني حتى ما لنا عم نلاقي هذا التقدم مع عالم عم تشتغل بالحرفه الى في فتره، لانه افكار جديده، في تدريب، في تماما دائما في افكار جديده. تمام. يعني استاذ عدنان، ايضا حضرتك شيخ كار قديما، ودائما نحن بنحكي على الحاضنه الحرفيه قديش عم تحتوي عدد من الشباب يلي ممكن عم تشكل عنده مثل باب رزق، وايضا هو عم يكون مثل الاستاذ نديم مدرب للاجيال. قديش نحن مهم انه دائما نطرح افكار جديده، نخلق مشاريع، نعرف العالم على الحرف السوريه. الغايه من الحاضنه، اللي احنا الغايه الاساسيه هي التعليم. هلا لاحظي انه انطلقت موضوع قبل ما تفتح الحاضنه، هلا احنا انطلقنا بموضوع ما يخص الدورات بالحرف التراثيه والتقليديه، انطلقنا هلا بثلاث دورات. الافتتاح ان شاء الله بهذا الشهر، احنا موعودين انه يصير افتتاح. نعم. عندنا تهيئه كامله، بينقصنا بعد شيء مثل الكهرباء، مركز على موضوع الكهرباء. السيد رئيس الاتحاد تابع موضوعنا مع السيد الوزير الكهرباء، وان شاء الله يا رب بالايام القادمه. سؤاله على الكهرباء بس؟ ان شاء الله نحن نعامل هيك الوعود، انه نعامل كالمناطق الصناعيه، لانه هي المكان هذا مكان تعليمي وانتاجي. حرفي. الدورات انطلقت بثلاث دورات، السيد عامر عم يكون بالدوره الجلديات، وفي عندنا ماده الطهي للاستاذ ماجد حقي، وبيت المونه سميناها، اسم كمان غريب بيعطي ابتسامه كثير حلوه. وعندنا السيد مازن زكور كمان شيخ كار بما يخص العطورات واستنتاج العطورات وتركيب العطورات. نعم. يعني اليوم هي الحرف اللي عم تعطي كمان، بدينا بهي الحرف لنعطي هلا وقت بتيجي الصبيه. على فكرة أكثر المتدربات، خلينا نقول غلبوا الشباب، كلهم متدربات، عم نخلق لهم جو بفرص العمل، هن عم يعملوا فرص عمل وقت بيكونوا متشجعين على هذا على هي الحرفة اللي عم يتابعوها، ونحن بنخلق لهم جو في أن هن إذا كانوا دورة تعليمات الحاضنة واتحاد العام للحرفيين حتى اتحاد دمشق أنه يستقطب هدول المميزين، نحطهم ونقدم لهم فرص عمل، واذا ما تامن فرص عمل للي مو ناجحين كثير كمان بيخلقوا جو من فرص العمل ببيتهم. يعني اليوم الصبيه بتعمل جزام ببيتها، ممكن تسوقه، وحتى تركيب العطورات وماده الطهي كيف بيتعلموا تخزين المنتجات الغذائيه كمان بطريقه جيده ودون بدون براد. يعني اليوم في طرق حديثه قديمه عم نستنجد بالماضي، تنمليه. ما كان في برادات من زمان، لكن في طرق تقنيه قديمه ما كان، مع البراد لغاها، اليوم عم نستعيدها. تاريخ المجد، تاريخ الاباء والاجداد كيف عم يخزنوا، وكيف المونه عم تكون بطريقه جيده وراقيه كمان، يعني بتعطيك انه زمن للحفظ طويل. نعم. يعني نحن معنا بعض المنتجات بصناعه الجلديات، انا وسالي يمكن قلت لنا في بعض يمكن التصاميم طبعا اللي انتم عم تعملوها، ان كان للشباب للبنات، ومن الجلد الطبيعي السوري. يعني هذا منتج محلي فينا نعتبره بايدينا كمان سوريه، بافكار سوريه. كيف، احكي لنا عن هيك الافكار، كيف طلعت معكم الفكره بالجزادين؟ شو كمان غير الجزادين بتعملوا من الجلديات؟ هلا موضوع المحافظ النسائيه والرجاليه، الفكره هي فكره التصميم بتطلع حسب احتياج المستهلك. يعني احنا مثلا بنساوي تصميم نسائي، بيجي احد المستهلكين بيقول لنا انه لو في هيك، لو في هيك، لو كان في هيك،
لو بتحطوا له جيبه زياده، لو بتحطوا له سحابه زياده، فهالافكار هي اللي بتخلينا نحن نطور بالحرفه، ودائما في موديلات جديده. وحلاوتها سالية فيها مثلا خريطه سوريا مثلا، فيها رسمات معينه هون الجامع الاموي تماما، نعطيها نحط الطابعه الشرقيه والطابع الشرقي. حلو للقطع. حلو، يعني هي طبعا مميزه كمان. سالي عندك كمان كثير اغراض بدك، وعم نضيف القماش كمان على الجلد. اكيد شفنا ايضا شناتي نسائيه كمان من الجلد، وايضا عم نشوفها كمان عم نرجع نحن للزمن، خلينا نقول الجميل، خلينا نقول الزمن الجميل اللي فيه تراثنا يلي بيعبر عن تراثنا. يعطيك الف عافيه. يعني رح نرجع للاستاذ عدنان لنحكي اكثر يعني عن هدول المشاريع يلي طعنوا فيهم، يعني مثل ما عم تقول كان في نسبة سيدات كبيرة. نعم. عم تشتغل، ومثل ما عم نشوف على مواقع الانترنت أو السوشيال ميديا في كتير طالبين فرص عمل، وأيضا يمكن أنتوا عاملين شيء على الانترنت كويب سايت كموقع. نعم، هلأ في عنا موقع فينا نقول استراتيجي مميز على مستوى العالم، موقع الحاضنة في خطواته الأخيرة على أنه هلأ التهيئة خلصت، عم نحط شيخ الكار، تعريف عن الحرفة، تعريف عن الحاضنة. نعم. أقسام الحاضنة وكيف آلية العمل، كيف آلية، يعني هلأ كمان في عنا يعني في نساء بعد ما بتعرف يمكن بيت المونة بيساعدها، يعني كل النساء أكيد بتطبخ أكيد وبتعرف تموين، فقديش مهم أيضا هيدا الفكرة. تصوري كمان لحنا عم نعاصر الموضوع، يعني اليوم الحرفي على تقنية عالية من التطور، يعني اليوم بدنا نساوي كمان دورات عن القريب إن شاء الله، دورات أونلاين، يعني هي وقاعدة ببيتها بتتعلم. حلو. بتتابع كيف الجامعة، واحنا بالتتابع تعليم عن بعد طبعا. هلا كمان احنا تابعين صرنا لجامعه الشام، يعني قسم من الحاضنه تابع لجامعه الشام، ومبارك كان عندنا الدكتور من وجه له كل التحيه، عم يعطينا كمان كيف هي التشاركيه بدعم من القياده المركزيه لحزب البعث العربي الاشتراكي، وزاره الصناعه، واتحاد العام للحرفيين. ان شاء الله الخير واعد، الخير قادم بهي فرص العمل اللي احنا بدنا نأمنها، مو بحرفه معينه وانما ما يقارب اكثر من 35 33 34 حرفه يدويه، بنأمن فرص عمل. وبعدين الطاقه الايجابيه موجوده بالتعليم، ما في واحد ما بيتعلم. صحيح. التعليم ما فات القطار لحدا، لا كبير بعمر ولا صبية. أكيد. ولا واحد كمان هلأ عند السيد عامر في ذوي الاحتياجات الخاصة داس. في عندك ناس صم يعني ما بيحكوا، معهم أختهم، هن تصوري تنتين إخوات أبناء شهداء عم يتعلموا، ومعهم أختهم عم تترجم كيف آلية العمل. هلأ هون هي عم تترجم، عم تتعلم كمان، عم تنقل هي طريقة الحكي وكيف عم تستقطب. ياريت تحكي لهم عنهم أنت سيد عامر كيف كانت. هلأ بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بتحسون أنه عن جد في عندهم ميزات اللي هن عم بيتقدموا حتى عن الباقي المتدربين بالحرفة. أكيد. يعني سبحان الله رب العالمين حرمهم شيء عوضهم بشيء ثاني. تماما خارج. تماما، يعني في عندهم امتيازات كثيره، يعني حتى في شغلات لسه في ما قدمتها بيكونوا هن عم يشرحوا لي اياها انه بالكلام بيستقطبوا الفكره اكثر من غيرهم. تماما. وحتى نحن عم نعلمهم هلا مبدئيا كمان على مبدا بيت المونه. انه كيف يمونوا بدون اي شيء، بدون براد، كمان هون الشغل حيكون يدوي كامل بدون اي اله. يعني ببيتها قادره انه تصنع محفظه بدون اي اله تستخدمها. حلو، يعني هي إعادة التدوير، وخلينا نعمل الاكتفاء الذاتي من أهم الأساسيات اللي هلأ نحن بحاجتها بهي الظروف. إنه ما في شيء بيوقف عنا، لكن فينا نحن كمان نتعلم إشياء حتى نقدر نكفي حالنا. خلينا نحكي الصعوبات اللي واجهتكم بالحاضنة بوجود الدورات، بوجود الظرف الاستثنائي اللي مر علينا اللي هو كورونا، كيف عم تتعاملوا؟ في صعوبات معينة صارت جديدة على الساحة قبل ما كانت موجودة؟ نحن عنا هلأ تقريبا التليفونات ما بتهدي على استقطاب الناس أو اتصالاتهم لمتابعة الدورات، لأنه أنت ما عم تحكي عن حرفة واحدة، عم تحكي عن حرف، كم كبير من الحرف. وبالحاضنة سوينا حرف جديدة ما لها موجودة، دمج. هلأ بنحكي لكم عنها كيف عم يكون دمج لأكثر من حرفة مع بعضهم. لكن نعم. هلأ وقت عم نقول لهم المكان فرضا بيدمر، في ناس بتقول لك بدي مواصلات خاصة. نعم. موضوع الكهرباء عم نعاني منه، حكينا معلش يعذروني انه انا عم بحكي على خلال شاشتكم الكريمه، وان شاء الله هذا الصوت بيصل، لانه هذا المكان الانتاجي وقت عم تنقطع عنه الكهرباء فرضا 4 ساعات عم يعطل التعليم، وعم يعطل خط الانتاج، وعم يعطل مو شخص،
اشخاص كثيره وان شاء الله يا رب صوتنا يوصل. خاصه بمجال الصناعه خلينا نقول نعم صناعه للحرف، صناعه حرفيه، يعني عم تكون اليوم في استقطاب كثير كبير واتصالات عديده، منطالب كمان بالمواصلات ان شاء الله ولو بيكون باصين. يعني سيد المحافظ عافانا من الترخيص الاداري، كمان وجه التحيه لوزير النخل اذا كمان بيأمننا باص خاص للحاضنه ان شاء الله، لانه في كثير ناس جايين يتعلموا، هذا الباص مو خساره انه يكون حلو لكل الناس اللي حابه تتعلم ان شاء الله من خلال شاشه الاخباريه السوريه هذا المنبر والشاشه الصغيره، يعني توصل الرساله وتوصل متطلباتكم اللي هي مو متطلبات شخصيه، هي متطلبات لمجتمعنا. نعم اكيد نعم. والكهرباء، مساله الكهرباء يعني نحن بنتمنى مو بس كمان على الصناعيين، على كل البيوت ايضا يلي عم بتعاني، لكن هلا بالبيت ممكن يتحمل هون فيك تقولي اكيد اكيد في اولويات معينه، ومعظم اللي عم يتدربوا عنا ابناء الشهداء عم نعمل لهم فرص عمل ان شاء الله، وهن بيأمنوا فرص عمل لمكانهم. تمام مكان عم بيوتهم بيأمنوا فرص عمل للشغلات البسيطه، يعني وحده اذا صنعت جزدان اليوم وساوت لها معرض صغير، شاركت بمركز ثقافي، وسائل التواصل الاجتماعي كمان سوقت منتجها اللي هو بنرفع راسنا في منتج يدوي، وهي كمان تنبسط انه ما طلبت مساعده من حدا، هي بتساعد الغير، بتساعد بالبيت كمان لانه اجاها فرص. يعني بالختام بدنا نتشكركم، وبدنا من حضرتك كلمه اخيره لمين بتحبوا توجهها، وايضا من حضرتك استاذ عدنان. هلا انا بحب هلا اشكر كثير طبعا قياده القطريه لحزب الباص العربي الاشتراكي للدعم اللي عم تقدمه، القياده المركزيه لحزب الباص العربي الاشتراكي للدعم اللي عم تقدمه للحاضنه، وبحب اشكر كمان رئيس الاتحاد العام للحرفيين. نعم. كمان على الدعم اللي عم بيقدمه لشيوخ الكار الموجودين هون، وللسيد لؤي شكو مدير الحاضنه. نعم حضرتك بتحب توجه؟ انا بتشكر بالاضافه لزميلنا لكل وحده بدها تتدرب ورح تتدرب وعم تتواصل معنا، وخلوا المسيره ماشيه، وان شاء الله بخطوات قادمه هدول كلهم بيكونوا خط انتاجي كبير وحرفيات وشيوخ كار، لانه الصبيه وصلت لمرحله صحيح. الشيخ كار عنا، وهذا ماله جديد على السيده او الانسه او الصبيه السوريه، والمستقبل واعد لهم ان شاء الله، وان شاء الله بناخذهم على المعارض خارجية حتى يشوفوا كيف المراه السوريه عم تكون هي فعلا مو ايد اليمين واكثر من ايد اليمين لاي مؤسسه او اي حتى للبيت، بتكون الإيد اليمين هي المرأة أكيد. أو السيدة السورية، يعني هي المدبرة الأولى والأخيرة، وهي صاحبة الأفكار خلينا نقول الخلاقة. أيوة أكيد تحية لكم جميعا، وإن شاء الله هيك منشوف جيل جديد من الحرفيين. إن شاء أكيد الله. المهن السورية والحرف هي كنز لازم نحافظ عليه. نعم. وبهمتكم إن شاء الله نحافظ عليه. إن شاء الله شكرا لك.